السنه ديال 2019 شنو نقول لكم؟ هي زوينه وما زوينهش، وانا كنتمنوا 2020 تدخل عليكم بالخير وتدخل علينا بالخير، وتمنى تكون سنه جديده وتكون عليكم تكون الوضع احسن من هذا الشيء اللي كان بعدا. والسلام عليكم. 2020 بينا كل شيء توفر، بينا اكادير مزيان، بينا سمعوا اكادير بحال شي بلاصه في الانجليز، بينا اكادير تكون خياليه، كل شيء يجي يرجع، اللي جاي يرجع، ما يقولش لك اكادير ما زويناش. وهذه بالنسبه لسنه 2020 كنتمنوا واش تكون سنه اش غنقول لك، سنه النجاح، سنه الازدهار، واخا ما بيننا والو في هذا المغرب، هذا نكذب عليك، المغرب شويه قاصح با بوغ لي جون، فهمتي؟ دونك نتمنوا تكون حققتيش في 2019 وبغيتي تحقق في 2020. اش غنقول لك، الزواج اخويا كنت غنتزوج في 2019 ونتمنوا نتزوجوا في 2020، الله يهديها وصافي، والله يهدي جميع بنات الناس وولاد الناس. امين. اش غنقول لها؟ غنقول لها صاب ان شاء الله، ان شاء الله غندوز عندها وغنجي، غنوفي بالوعد ديالي وغنجي عندها ان شاء الله، بدايه ديال 2020 ان شاء الله. سنه سعيده. غنشغل لها صباط. صباط. تشري صباط في 2020. نتمنى لهم الصحه والسعاده ويبداو الشيء والنجاح، كل عام وانتم بخير. حققتيش في 2019 وبغيتي تحققوا في 2020؟ اللي ما حققتوش في 2020 نحققوا ان شاء الله، اللي ما حققتوش في 2019 نحققوا ان شاء الله في 2020. الهنا والرضا والسعاده ان شاء الله والصحه. الله يكمل لهم وسنه سعيده ديما دخلنا الصحه والعافيه، الشيء اللي كاين سنه سعيده. والله الله يلعن، الله يلعن. شنو نقول لك؟ كنتمناو الصحه والعافيه والمغاربه كاملين. ان شاء الله ربنا يرزقنا الصحه وان شاء الله تكون سنه افضل، يعني ان شاء الله تكون سنه افضل. انا طبيب واتمنى ان شاء الله في 2020 تكون الامور افضل ان شاء الله. كنتمناو لهم عام جديد زوين احسن من هذا. ما حقنا حتى حاجه لا في 2019 لا في 2020. نتمنى لهم سنه سعيده وعام جديد الله يسهل على كل واحد. ما كرهنا حقو بزاف ديال الامنيات. السلام عليكم. غادي نقول لكم سنه سعيده لجميع المغاربه، وسواء في داخل الوطن ولا خارج الوطن، وما ننساش بزاف الناس ديال جهه قليمي مودنون، والناس ديال اكادير، والناس ديال المغرب بصفه عامه جميعا. وما ننساش نوجه واحد التحيه حاره للناس اللي معايا في المعرض، سواء من جهة مكناس، جهة فاس، جهة مراكش، جهة قليميم، جهة أكادير، المهم الجهات كلهم. الزواج ان شاء الله، ان شاء الله بالنسبه لداكشي اللي محقق داكشي الله سبحانه وتعالى اللي عارف، ولكن ان شاء الله كنتمنى انا التعاونيه اللي بغيت انا تزيد ليا لقدام 2020 ان شاء الله. وكنوجه تحيه حاره لجلاله الملك محمد السادس وسنه سعيده لكم. المهم العام الجاي نتسناو من ديك 2020 واحد الحاجه، داكشي اللي قال لنا الملك، قال لنا 2020 ما يبقاش الفقر في البلاد، داكشي اللي كنتسناوها شي حاجه، شي خدمه، شي. الله جميل ويحب الجمال، والبحر جميل ويحبه كل الناس. البحر لا يتكلم لكن أمواجه تسبح للخالق الذي هو الله، وهي تقول هذا هو الحدود، سبحان ربي المعبود. بجانبها قصر للملك آهل البلاد أمير المؤمنين، تتلى فيه آيات من الذكر الحكيم، فكيف لك أخي أن لا تحترم هذا الكون العجيب. وشكرا. أنا الله يخلي لكل أمة المغربية كلها تكون زاهية، بحال أكادير، بحال الدار البيضاء، بحال كل بلاصة. من هذا المنبر أنا كنحيي كازا وكاملين كاملين كاملين كاملين، سيرتو ولاد الحي المحمدي ياك، وأنا كنرقص لهم على هاد النغمة. سيدنا الله، الوطن، الملك، الصحراء مغربية.